was bloody selfish. I want to sit next to you. I can't believe you write this drivel. It's pathetic. Pathetic. She was a good كان في حادثة من الحادثات، كنت يعني early teenager بجوز عمري يعني 11-12 شيء زي هيك، يعني ما بتجوز عمري أكثر من هيك. و so أنا اضطريت إني أروح نعبي مية، كان فعلا وقت المية بتيجي عم بنعبي عم تنزل نقطة نقطة، عبيت هالإبريق وكنا لسه بس اتغدينا بدي أروح غسل إيدي وكذا. سو بابا كان الساعة بجوز 4-3-4 الظهر، بابا لسه فايقة من النوم، بابا كان يسهر بالليل ويقعد بالنهار وعصبيته تطلع علينا بعد ما يصحى، وغير الدخان والقهوة يجي يضربنا، سو هيدا كان أسلوبه. فقام وطلب مني المية، أنا بقول له بس خليني أغسل إيدي هلأ من عيوني بجيب لك مي، سو قال لي نو بدي إياها هلأ، وصار يعصب أكتر وأكتر، فأخذ المية من إيدي وضربني برجلي بإيدي ما خلى علي، وضرب ضرب ضرب قد ما فيه. بتذكر كنت على الأرض مرمية وبابا صار يخبط فيها، وكانت كتير مؤثرة فيي، عرفت كيف؟ وبتذكر حتى إني هربت لأوضتي قعدت بس ساعتين إني عيط واترجى إنه بحكي مع الله، لك بدي مخرج، بدي شي، لك أنا تعبانة من العذاب اللي أنا فيه، عرفت كيف؟ ضرب يعني إهانة، ما في محبة، ما عمري حسيت إنه بابا عم بحبني، أنا بنته الكبيرة، أنا بنته مميزة، وإنه بحبني. Thank you.
أنا أقول أنه ربما الفيلم الوثائقي لدينا وأحكي هنا ربما عن الواقع العربي أكثر من غيره لم يتطور بما يجب، ولذلك وهذا ينسحب على مواضيع المرأة مثل ما ينسحب على مواضيع الرجل، مثل ما ينسحب على موضوع الأسرة ككل، على مواضيع الطفل، على وهي كلها قضايا لابد أن نطرحها وبشكل أعمق. ولكن أقول أن السينمائيين لدينا المختصين في المجال الوثائقي عددهم قليل ولكنه يتكاثر، وهؤلاء طالبون بأن يطلعوا على التجارب العالمية الموجودة في هذا المجال. أنا أقول أيضاً أن صورة المرأة لدينا، وخصوصاً وأننا نعيش أجواء الربيع العربي والثورات والتحول الديمقراطي، أعتقد أن المرأة التي ساهمت في هذه الثورات وأصبحت أكثر حضوراً وأصبحت أكثر حركية، أعتقد أنها تستحق مكانة أفضل في الفيلم الوثائقي. مثل هذا المهرجان الذي نحضره اليوم تحضره أيضاً نساء سيدات قمنا بأفلام وثائقية، هذا أيضاً جانب إيجابي. هذا المجال كان حكراً على الرجال، اليوم نرى فيه السيدات، هذا جانب مهم جداً، ونرى من بينهم سيدات عربيات، وهذا جانب أهم. أننا في حاجة إلى أن نعتني بصورة المرأة أكثر، بأن نقدمها كسيدة فاعلة وليست مفعولاً به، كسيدة تؤثر في المجتمع وليست تتأثر به فقط. المرأة تستطيع أن تقدم الكثير في مجال الحياة، ولذلك على هذه السيدة التي تقتسم أعباء المجتمع مع الرجل، التي هي تمثل 50% من المجتمع، التي هي نصف المجتمع وربما أكثر بما أنها هي التي تربي الأجيال. ونتذكر كلنا بيت الشاعر الكبير أحمد شوقي أن المرأة مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المرأة هي المسؤولة على العائلة، هي المسؤولة على الأسرة، هي الزوجة، هي الأخت، هي الأم، وهذه الأدوار كلها وهي أدوار لابد أن نعترف أنها أكثر من أدوار الرجل، فأعتقد أنها تستحق مكانة أكثر. الأفلام اللي بتصور المرأة بطريقة فيها ستيريوتايب كتير، اللي هو المرأة موجودة في البيت أو ما إلها دور في المجتمع أو المرأة دائماً مهمشة، هاي الأفلام لساها موجودة. ولكن في يعني ما نعمم على الجميع، لأنه في أفلام كتير عم تطلع عم بتحاول تحسن من صورة المرأة في المجتمع، ولكن الميديا وتصوير المرأة بأنه المرأة مجرد جسد، المرأة أهم شيء فيها الجمال، هاي الأشياء اللي هي برضو بتشوه كتير أشياء في صورة المرأة، مش بس في مجتمعنا بشكل عام في العالم. Thank you.
جمع مكاسب مع إخماد وعبد وجاو جاو أمو زبر